وبخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاج التفسير انا حشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات القرمة برحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر أحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع النهاردة حلقة خاصة جدا 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 وبعتبر وبعتقد أن الحلقة دي تهم كل شخص مسيحي وكل شخص خادم للمسيح بيخدم في مجال الدفاعيات وكل شخص يعني رب أسرة متوقع أن أولاده لما يكبروا يتعرضوا لأسئلة زي كده عنوان الحلقة طبعا مهم جدا بعنوان هل تأثرت المسيحية بالأساطير الوثنية وده طبعا يعني موضوع مهم جدا لأنه على قدر ما هنقدر خلال الحلقة هنحاول يعني نلمس بعض المواضيع اللي بيتهم فيها الإيمان المسيحي إن هو منقول من خلال أساطير وثنية طبعا ربنا بيقيم كل واحد لخدمة معينة وبيحط كل شخص الشخص المناسب في الموقع المناسب في الخدمة المناسبة بالطريقة المناسبة وللرب أقام في وقت مثل هذا شخص قرص حياته كلها لخدمة الدفاعيات ولا سيما في الأمور الخاصة بكل ما يتعرض له الكتاب المقدس من مدارس النقد سواء مدارس النقد العالي أو الهجوم من خلال بعض الكتاب المسلمين والاتهامات الموجهة للكتاب المقدس بشكل عام وللقضايا المسيحية أو الأمور المسيحية أو العقيدة المسيحية أو الإيمان المسيحي بشكل خاص يسعدنا النهاردة ويشرفني جدا يكون معنا رجل من رجال الله المخلصين الصادقين الأمناء معنا الدكتور فريز صمويل هو أستاذ مادة مقارنة أو الدفاعيات في كليات اللاهوت في مصر ورب استخدمه في كتابة أكثر يعني مجموعة من الكتب وهقول لكم دلوقتي على مجموعة مهمة جدا من الكتب كتبها الدكتور فريز صمويل برحب بك يا دكتور أهلا بك يا خاندر وشكرا لهذا الترحيب وامتياز لي أكون موجود في هذا البرنامج على قناة الكرمة الحقيقة مش مجاملة لكن أنا دايما بكون سعيد بوجود حضرتك معايا وبشوف أدي المجهود الكبير اللي بتبذله في الكتابات والكتب والمحاضر المحاضر المختلفة المحاضرات المختلفة اللي بتقدمها في كليات اللاهوت وبشوف أدي اطلاعك على كتب كثيرة جدا ومجهود كبير بتبذله عشان تطلع لينا كتب مهمة جدا بتواجه فيها أكاذيب سواء السلسلة الكبيرة اللي طلعتها ردا على أحمد ديداد في أكاذيبه من جهة الصليب ومن جهة قبر المسيح من جهة الأمور كتيرة جدا وكتب مختلفة والرد على منقذ السقار لكن الدكتور فريز الرب أعطاله يعني عطية عظيمة جدا ليقدمها الرب من خلال الدكتور فريز إلى شعب الرب وشعب الكنيسة موسوعة غنية جدا للأمور الدفاعيات المسيحية بشكل مختصر وبشكل قوي جدا وبشكل غني جدا وعميق جدا اسمها الموسوعة موسوعة الدفاعيات المختصرة بعتقد في الجزء الأول موجود اللي هو خاص بصحة الكتاب المقدس وعصمة الكتاب المقدس الجزء الثاني خاص بلاهوت المسيح وقريب هتشوفه على قناة القرمة برنامج يعني يختص بهذا الجزء والجزء الثالث اللي احنا النهاردة بنناقش منه بعض الأفكار الخاص بالمسيحية والتراث الوثني أو الأساطير الوثنية بعتقد هيكون في جزء رابع وخامس يا دكتور
بنعمة ربنا خاص بالصليب. يعني بشكر ربنا وامتياز ليا وامتياز لينا كلنا نحن نكون عاملين في كرم الرب. ربنا يباركك. لو أستأذنك في الأول يعني نصلي لأجل موضوع حلقة النهاردة لأنه موضوع مهم جدا. مرة تانية أنا بدعو كل باحث مسيحي وكل رب أسرة وكل أم في أسرة وكل خادم وخادمة في الكنيسة أنه النهاردة يتابعوا الحلقة دي ويهتموا بالمواضيع. وبنعمة الرب في أيام قادمة بنعمة الرب هنستكمل أجزاء خاصة بما يخص الإيمان المسيحي واتهامات البعض ليه أنه هو مقتبس من الأساطير الوثنية عشان يبقى عندكم ردود كتابية وردود مقنعة وردود حقيقية مش مجرد لا ما بيشبهش لا ما مش ممكن لا الردود المعتادة دي لا يبقى عندنا ردود كتابية مستندة على حقائق مهمة جدا علمية وأكاديمية إزاي نقدر نرد على الأسئلة اللي بتتوجه لينا من جهة الثالوث من جهة التجسد من جهة شخص المسيح من جهة مواضيع مهمة جدا. لكن في بداية الحلقة أطلب من الدكتور فريد نصلي لأجل موضوع الحلقة نصلي لأجل بلادنا أيضا أن الرب يحفظ بلادنا والشرق الأوسط وأن الرب ينعم بسلام واستقرار لبلاد الشرق الأوسط. فضل يا رب. يا أبانا السماوي من كل القلب نشكرك لأجل محبتك يا رب التي أحببتنا بها فضلا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. كانت يا رب خطتك الأزلية أن ترسل ابنك وحيدك ليموت على الصليب فداء وكفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. نشكرك يا رب لأجل اهتناك بنا في مسيرنا في برية هذا العالم. نشكرك لأجل النعمة يا رب التي تتنازل وتستخدم أواني خزفية نظيرنا لنكون عاملون مع الله. يا رب نيديك بستودع لقاءنا اليوم. صلي يا رب لأجل أخي أندرو ولأجل كل العاملين يا ربنا خلف الكاميرات ولأجل كل العاملين في قناة الكرمة. صلي يا رب أن تباركهم لتكون رسالة واضحة من كل واحد منهم لكي يروا أعمالهم الحسنة ويمجدوك أنت أبانا الذي في السماوات. وصلي يا رب لهذا البرنامج لكي يكون يا رب دافع لنا لكي نبحث ونفتش لنعرف الحق الكتابي الذي تريدنا أن نعرفه. نصلي لأجل بلادنا يا رب ولأجل كل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم. سد يا ربنا بسلامك ومحبتك. أعطي يا ربنا لكل الناس يا رب نعمة أن يعرفوك في هذا الزمن الشرير. ولك يا أبانا كل المجد. آمين. امين. ربنا يباركك يا دكتور. شكرا. لو تدينا ملخص او تعرض الكتاب وانا عارف انه اخويا المخرج اظهر الكتاب على امام المشاهدين. اتفضل. الموسوعه ده الجزء الثالث الموسوعه الدفاعيه المختصره الكتاب المقدس والادب الوثني. الموسوعه دي بالذات منقسمه الى قسمين. قسم يناقش كل ما اثير حول العهد القديم وجزء الثاني يناقش كل ما أثير حول الإيمان المسيحي. يعني هل تشابهت شخصية موسى مع سرحدون أو حمورابي وشريعة حمورابي من الأسبق كل ما يخص الخلق وقصة تشابه الخلق بالأساطير البابلية وقصة فلك نوح والطوفان مع ملحمة جلجامش كل الأمور دي كلها هل وجود نقدر نوصل لحقيقة أنه شعب إسرائيل كان موجود في مصر. كل هذه الأمور الدكتور فريد بيناقشها بطريقة علمية أكاديمية بطريقة قوية جدا بيستند فيها لحقائق علمية وأكاديمية عشان محدش يطلع يقول لي لا ده اسمه استدلال دائري فأنتوا بتناقشوا الأمور من خلال الآيات اللي جوه الكتاب المقدس فأنتوا بتقعوا في مغالطة منطقية اسمها الاستدلال الدائري. لا الدكتور بيتلاشى هذا الأمر وبيقدم ردود قوية جدا. عشان كده أنا بناشد أنه كل واحد يقدر يقتني هذه الموسوعة ويقدر يتابع حلقة النهاردة. وبنعمة الرب كلما سمحت الفرصة للدكتور فريز يكون معنا في كاليفورنيا هنكون بناخد جزء من الكتاب ده في اسم الرب يسوع. الملخص عام كده للكتاب تديه فكرة عامة للمشاهدين قبل ما ندخل في موضوع الحلقة. تفضل. في السنوات الأخيرة فكرت أني أعمل الموسوعة الدفاعية المختصرة لتكون مرجع للدارسين كل الناس اللي بيهتموا بالقضية الدفاعية.
ومخطط لهذه الموسوعة أن تكون في 5 أجزاء، كل جزء تقريبا 650 صفحة كما ذكرت حضرتك. الجزء الأول حاجة كبيرة يعني. الجزء الأول الكتاب المقدس وحيه وعصمته والهجوم عليه. الجزء الثاني حتى كمان في الجزء الأول الدكتور فريز بيناقش بعض الآيات اللي بتتعرض للهجوم، ولا سيما يوحنا الأولى 5 الآية الشهيرة، موضوع قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، هي كانت موجودة ولا مش موجودة، كل ما الخاتمة بتاع إنجيل مرقس، أنا بدي لكم أمثلة يعني، وكل الإشكاليات اللي موجودة، الإشكاليات الرقمية اللي موجودة في العهد القديم بيتناولها بطريقة أكاديمية قوية جدا. وأنا أيضا أنصح باقتناء هذه الموسوعة الجزء الأول وكل أجزاء الموسوعة. تفضل. الجزء الثاني إلهية المسيح، إعلان إلهي أم اختراع بشري، بيقدم أساسيات إيمان عن القضايا اللي بتتعلق بإيماننا بالله، الوحدانية، الثالوث، التجسد، بنوية المسيح، ثم مناقشة للآيات اللي بتستخدم، الآيات الكتابية اللي تستخدم بسوء قصد وسوء نية لإنكار أساسيات الإيمان المسيحي. وفي هذا الكتاب يتم الرد على كتاب إلهية المسيح، يتم الرد على كتاب الله جل جلاله واحد الثلاثة للشيخ. واحنا عملنا تقريبا 3 حلقات حقيقي، وكانت حلقات رائعة. ربنا يباركك. الجزء الثالث الكتاب المقدس والأدب الوثني. من سنين طويلة قريت مقارنة ما بين المسيح وكريشنا والمسيح وبوذا، وما كانش عندي إجابة، فأثرني هذا الموضوع فقررت من سنوات عديدة أهتم بهذا الموضوع، وجمعت كثير من الكتب والقراءات. ولما بدأت الموسوعة كان هذا الجزء الثالث تحت عنوان الكتاب المقدس والأدب الوثني، يتناول كما ذكرت حضرتك الجزء الأول الكتاب المقدس، العهد القديم والأدب الوثني، بناقش في من البداية قصص مختلفة، سنوحي وحمورابي وسرجون وإلياذة لهوموروس وسفر يشوع ورع إله الشمس وغيرها من المواضيع، في 29 فصل تقريبا، الرد على الاقتباس في العهد القديم من الأدب الوثني. في العهد الجديد وهي يعني ليست بنفس القوة التي في العهد القديم، الاتهامات المواجهة للعهد القديم أكثر أكثر عددا يعني. في العهد الجزء الثاني العهد الجديد تناولت كل أساسيات الإيمان المسيحي بدءا من قضية الثالوث حتى مجيء المسيح مرة ثانية وناقشت. وفي الحقيقة كان الاعتماد الأساسي على مراجع تاريخية ومراجع كتبها علماء الآثار، يعني ناقشنا القضية من وجهة نظر ليست فقط كتابية فقط، من وجهة نظر أكاديمية وبشكر ربنا أني عندنا خطة بنعمة ربنا الجزء التالي قريبا تحت عنوان عصرة الصليب. أمين. ربنا يباركك. مجهود كبير جدا يا دكتور. إيماننا المسيحي دايما معرض لاتهامات. خلينا نقول بكل أمانة وبكل صراحة وبكل وضوح أن إيماننا المسيحي إيمان متميز مختلف، مش يعني مش بنفس النمط التقليدي اللي بتتبعه أديان كتيرة جدا، لدرجة أن البعض يقولوا أن يروا بعض اللي مش مسيحيين يروا أن الإيمان المسيحي شوية معقد أو صعب، فيقولك يعني الموضوع سهل في الأديان الأخرى ولا سيما مثلا في الإسلام، الله واحد خلاص، ليه نعقد الأمور؟ الله واحد، عايز ايه من البشر؟ عايز 1 2 3 4. طب نتعامل ازاي مع 1 2 3 4؟ تتعامل من خلال اركان وشعائر معينه، لكن انتوا في المسيحيه معقدين الدنيا. فنتيجه لانه تفرد وتميز الايمان المسيحي بيجعله انه معرض للهجوم ومعرض للتساؤلات. واكبر قضيه واكبر موضوع واكبر امر بيتم التوقف قدامه وطرح الأسئلة عليه الثالوث المسيحي. والثالوث المسيحي متلخبط فيه ناس كتير جدا، خليني أخد التعبير ده البسيط، متلخبط أمامه ناس كتير جدا، ناس شايفينه أنه 3 أشخاص، يقول لك ما أنتوا بتقولوا عن المسيح شخصية منفردة، بتقولوا عن الروح القدس شخصية منفردة، بتقولوا عن الأب شخصية منفردة، يبقوا 3 أشخاص. وبيقولوا أنه تعبير حتى كلمة أقنوم تشير إلى شخص أو زاد. والبعض يرى أنه شيء مركب، يعني
والعبارات الشائعة اللي انت حضرتك عارفها متداولة ومتدرجة، يقول لك يعني بعض الاستهزاءات اللي بيقدمها البعض على اليوتيوب تجاه الإيمان المسيحي، ويقول لك عامل زي الشامبو 3-1، زي النسكافيه 3-1. فكرة الثالوث المسيحي هل فكرة صعبة القبول والإيمان به؟ ده سؤالي. سؤالي الثاني، هل فكرة الثالوث فكر كتابي فعلي؟ والله واحد مرة سألني قال لي الله المفروض أنه عارف أن فكرة الثالوث ممكن تثير مشاكل كتيرة جدا وتتشابه مع أفكار كانت منتشرة في الحضارات القديمة، ليه الله ما جنبش البشرية أنه يبعد البشرية عن فكرة الثالوث ويفضل الله اللي كان بيتعامل مع شعب إسرائيل واللي بيتعامل مع المسلمين الإله الواحد وخلاص؟ ترى ازاي في فكرة الثالوث المسيحي؟ تفضل. اولا نحن نبني ايماننا في كل قضايا الايمان المسيحي على ما جاء في الكتاب المقدس. بالضبط. الله خلق الانسان في حالة البر والقداسة والكمال، وتواجد الانسان في محضر الله، وكانت هناك تعاملات شخصية مع الله. سمعت صوتك في الجنة فخشيت. بعدين اخطأ الانسان، طرد الإنسان من محضر الله. عندما أخطأ الإنسان فسدت طبيعته وفقد حالة البر والقداسة التي كانت له، وبالتالي أصبح من غير الممكن أن يكون في محضر الله. طرد الإنسان من محضر الله، والله في محبته هو من بدأ يعلن عن نفسه للإنسان، سواء من خلال الإعلان العام أو من خلال الإعلان الخاص. الحديث عن الله ليس بالأمر السهل. لماذا؟ الله لاهوت غير مرئي غير محدود، وعقولنا البشرية مادية محدودة تدرك فقط ما هو مادي. ثم نحن نتحدث عن الله غير المحدود بألفاظ بشرية محدودة. لذلك لأني الله لاهوت غير مرئي غير مادي غير محدود، فبالتالي فالحديث عنه ليس بالأمر السهل. يعني أنا مش بتحدث عن حقيقة مادية بالأساليب والألفاظ المادية يدركها العقل البشري، لكن الحديث عن الله. ولذلك مهما حاولنا فنحن نعرف الله فقط بمقدار والكيفية التي أعلن بها الله لنا عن نفسه، بمعنى أن هناك أسرار عن الله لا نستطيع أن ندركها حتى الآن. يقول كاتب سفر التثنية: الأسرار للرب إلهنا والمعلنات هي لنا. فالله أعلن لنا عن بعض الأمور. ليه الثالوث صعب؟ لأن الثالوث أمر يتعلق بطبيعة الله. يعني العقل البشري المحدود بالألفاظ المحدودة يحاول أن يفهم طبيعة الله. لقد تحاشى البعض هذا الأمر وقالوا البحث في ذات الله شرك. فنحن لا نعقد الموضوع ولا نصعبه ولا نأتي بألفاظ تبدو صعبة، ولكن هو الموضوع في حد ذاته صعب لأنه هو حديث عن الله. عندما نأتي إلى قضية الثالوث، السؤال الذي يجب أن يعرفه كل إنسان: لماذا نحن كمسيحيين نؤمن بالثالوث؟ هل الثالوث عقيدة اخترعناها نحن؟ أو كما يتكرر دائما أن الثالوث عقيدة قد أضيفت في مجمع نيقيا واستكملت في مجمع القسطنطينية، أو أن الثالوث قد اقتبس من الثواليس الوثنية التي تنتشر في الحضارات السابقة للمسيحية؟ والبعض يرى الثالوث شرك بالله، وطبعا وتعدي على شخصية الله وطبيعة الله. الشرك نتيجة للمفهوم أنه ثلاثة آلهة وليس إله واحد في ثلاثة أقانيم، ثلاث أشخاص. عشان كده ليه بنؤمن بالثالوث؟ لأنه هذا هو إعلان الله عن نفسه. يعني ده مش عقيدة الله بيعلنها وليه الحق أن أنا أقبلها وأرفضها. يعني ده مش هذه الكيفية. دي عقيدة ما قالش متى صليت ومتى صمت متى أمنت بالثالوث. لا، الثالوث عقيدة أساسية، عقيدة كتابية أعلنت منذ البداية. يعني نحن قد فهمنا عقيدة الثالوث في ضوء خلاص الله للإنسان. وخلاص الله أو خطة الله لخلاص الإنسان خطة أزلية يقول عنها الرسول بطرس: لأنكم قد افتديتم، وبيكمل، بدم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
ولكن قد أظهر في الأيام الأخيرة من أجلكم. فده خطة الله الأزلية اللي بدأت في العهد القديم، عشان كده كانت هناك تلميحات في العهد القديم نراها في الاسم الجامع لله، كما في سفر التكوين قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا ناء ضمير متصل يفيد الجامع، وبيكمل بعدها فخلق الله الإنسان على صورته كشبهه، يعني يعلن الوحدانية والثالوث أو الوحدانية الجامعة في عدد واحد. ويتكرر هذا في سفر التكوين عندما أخطأ الإنسان، وفي سفر التكوين أيضا عندما قال في بناء برج بابل هلم ننزل ونبلبل ألسنتهم، وفي أشعياء 6 من أرسل ومن يذهب من أجلنا، وفي أشعياء 48:16 منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب قد أرسلني. فهناك إعلان أو تلميحات عن هذا الإعلان في الثالوث، فهنه نحن في ضوء الإتمام في العهد الجديد. يعني ده فهمنا اللي احنا فهمناه في ضوء الاتمام في العهد الجديد. طبعا السؤال الذي يتكرر كثيرا لنخ أندرو، هذه جمع للتعظيم؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. أقول لك ده يقول لك انه ده جمع للتعظيم، زي اي ملك يقول امرنا نحن الملك فلان كذا وكذا. هذا الكلام غير صحيح، لانه الله بيتكلم عن نفسه مرات بيهوه ومرات بإلهيم. الله عظيم في ذاته ولا يحتاج أن يعظمه أحد. بالضبط. اثنين، هل عندما كان يستخدم الله كلمة يهوه كان يقلل من شأنه ويستخدم كلمة إلهيم يعظم من شأنه؟ إطلاق. ثم علماء اللغة العبرية يقولوا أنه ليس هناك جمع العبرية القديمة بالذات. العبرية القديمة. العبرية القديمة التي كتب بها الكتاب المقدس. لا تعترف ليس هناك جمع للتعظيم فيها. ثم بعد ذلك في العهد الجديد رأينا الإعلان عن الثالوث لأنه جاء الوقت المناسب. يعني بيقول كده الرسول بولس في غلاطية 4:4، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. لما اتكلم عن الروح القدس في يوحنا 7 بيقول الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. فهنا نرى الإعلان في إنجيل لوقا الأصحاح الأول عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، على الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. في إنجيل متى في حادثة المعمودية متى 3 عن المسيح ولك وحال مصعد من الماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة، وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به ولد. ويتكرر هذا في إنجيل متى 17 حادثة التجلي، وفي البركة الرسولية كورنثوس 2:13-14 يقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. آيات كثيرة في حادثة مثلا لما المسيح في يوحنا 14:15-16 المعيد بإرسال الروح القدس يقول لهم أنه يرسل الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. فده إعلان الله عن نفسه. الأمر الثاني وده مهم جدا، لماذا نؤمن بالثالوث؟ الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. يعني الوحدانية بدون ثالوث تشكل مشكلات ليس لها حل. يعني الناس اللي درسوا هذه القضية قالوا عندنا الوحدانية أكبر معضلة، ماذا كان يفعل الله قبل خلق الله؟ قالوا عندنا الوحدانية المجردة. هؤلاء الناس قالوا ما ينفعش نوصف ربنا بصفة، لأن وصف ربنا بصفة معناه محدودية الله بمحدودية هذه الصفة، فنفوا عن الله الصفات وانقسموا فيما بينهم. طبعا الأشعرية مختلفة، المعتزلة مختلفة، الماتردية مختلفة، انقسموا فيما بينهم. هل ننسب صفات ولا ننسبش صفات؟ صفاته عاملة ازاي؟ يعني هم أصلا لم يصلوا إلى حلل المعضلة دي. فنفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله. إذن الوحدانية المجردة تنفي وجود الله. الوحدانية المطلقة دول انقسموا لمجموعتين. مجموعة قالت ما ينفعش نوصف لربنا صفة إيجابية، لأن الصفة الإيجابية تستلزم تابع. يعني لما أقول الله محب
الله محب ويستلزم محبوب، والمحبوب لابد أن يكون أزلي بأزلية الله، وهذا يؤدي إلى التعدد والشرك. فنفوا عنه، قالوا ننسب إلى الله صفات سلبية، أو المجموعة الثانية قالت إن صفات الله كانت خاملة غير عاملة، ثم عندما خلق الإنسان أصبحت عاملة. دي الوحدانية المطلقة. الوحدانية الجامعة اللي احنا بنتحدث عنها الثالوث نوع من أنواع الوحدانية. يعني الثالوث المسيحي ليس تعدد، ولكنه نوع من أنواع الوحدانية، الوحدانية الجامعة. عايزين نفرق ما بين التعدد والثالوث. الثالوث هو ثلاثة أقانيم. حضرتك سألت في كلمة أقنوم، منتصلة مش منفصلة. يعني لما أقول شخصية منفصلة أو كفروا الذين قالوا أن الله ثالث الثلاثة، فمعناه دول ثلاث أشخاص، ثلاث ذوات، ثلاث آلهة. لكننا نحن نتحدث عن الله واحد في ذاته ثالوث في أقانيمه. يجي يقول لك طب هل منطقي أن يكون هناك واحد في ثلاثة؟ ممكن نقول جوهر واحد في ثلاث وظائف مختلفة أو إعلانات مختلفة؟ هذه بدعة سامليوس. هنا يعني أنا أقول لحضرتك، أنا حضرتك شايفني شخص واحد، لكن من ناحية تانية أنا شخص مركب من روح بس ونفس الله مش وجسد. مركب طبعا، عشان الله غير مركب طبعا، ياخد الكلمة دي ويطير. لا، الله غير مركب. أنا بتكلم على أن يجوز أو يمكن الجمع ما بين الوحدانية والتعدد. فأنا واحد في مظهري، ثالوث في تركيبي. ده يختلف عن الله، فالله واحد في ذاته، واحد في جوهره، ثالوث في أقانيمه. فالأقانيم تتحدث عن طبيعة الله. يعني هذا ما لا تدرسه أو تتكلم عنه أديان. كل الأديان تتكلم عن الله واحد، ونحن لا ننكر أن الله واحد، لكنه ليس واحد عدديا كما يتصورون. يعني الثالوث ينفي عنه مش مجرد إعلانات فقط، أو لا، مجرد وظائف فقط، أو مجرد أو شخصيات مركبة. هذه المسميات غير موجودة وغير معترف بها، وتتنافى مع مفهوم الثالوث الحقيقي في الكتاب المقدس. أحد المبتدعين في القرن الثالث الميلادي سابيليوس أنكر قضية الثالوث، وقال هو شخص واحد ظهر في ثلاث صور في ثلاث مراحل متعاقبة. دي الظهورات اللي هي جت منها النهاردة بدأت جيسوس. نفس الفكرة. نفس الفكرة، هي امتداد. سابيليوس أنكر الثالوث وشخص واحد، فهو في العهد القديم اللي قدم التوراة لليهود ظهر باسم الآب، نفسه هو الآب، هو نفسه الشخص الثاني اللي مات في ثم نفس. يعني شخص واحد ظهر في ثلاث مراحل متعاقبة بثلاث صور مختلفة. فكرة بدعة يسوع واحد، هذه بدعة غير معترف بها طبعا، قاومتها الكنيسة واجتمعت عدة مجامع وردت عليها. بدأت يسوع وحده نفس الفكرة، بس هم يحصرون اللاهوت في الابن يسوع، في يسوع، يسوع وحده والآب والروح القدس أسماء للابن. فبدعة كانت في القرون الأولى، ما زال لها امتداد في الوقت المعاصر. ما هيش مركبة، لأن لازم يفهم أخواتنا المسلمين بالذات أن الثالوث ليس تركيب وتجزئة. وأقول السبب الرئيسي ليه في المركب. أي مركب يتكون من أجزاء بالزبط. والجزء يسبق الكل في وجوده بالضبط. والله واجب الوجود، لم يسبقه وجود أو عدم. لأن لو جينا ركبنا حاجة قبل ما نركب الحاجة ونوصل للصورة النهائية، الأجزاء موجودة. اتنين، الأجزاء سابقة. الأجزاء دي عشان تتحد معا وتكون مركب، مين اللي وحدها؟ لابد أن يكون هناك إلا فاعلة بالزبط. تقوم بالتركيب. والله أزلي أبدي، ليست هناك إلا فاعلة قد أوجدته بالزبط. الأمر الثالث، أي مركب بيبقى محدود بمحدودية الأجزاء التي قد ركب منها. يعني لو عندي خمس أجزاء، كل جزء واحد سنتيمتر مكعب، يبقى المفروض المركب خمسة سنتيمتر مكعب، محدود بمحدودية الأجزاء. والله غير محدود، غير محدود، لا يتحيز ولا ينحصر في مكان. ثم أخيرا، المركب، أي مركب كيميائي بإضافة عامل مساعد أو بالتسخين يتحلل إلى الأجزاء التي قد ركب منها. والله ثابت غير متغير. يقول الرسول يعقوب ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يبقى نحن نؤمن بالثالوث لأن هذا هو إعلان الله عن نفسه، لأن الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. ثم هناك كثير من
العقائد المسيحية لا تفهم إلا في ضوء الثالوث التجسد وموت المسيح الفدائي. لو لم يكن هناك ثالوث ما كان يمكن أن يكون المسيح اللي هو إقنوم الإبن الظاهر في الجسد إلها، وما لم يكن المسيح إلها ما كان هناك فداء. ربنا يباركك يا دكتور. واحد، لا نؤمن بثلاث آلهة طبعا. اثنين، لا نؤمن بإله انحصر في ترك العالم وانحصر في جسد وأصبح هو المتحرك والعالم يخلو من وجود هذا الإله. ثلاثة، لا نؤمن بتأله إنسان. أقول تعليق. عشان إيه؟ يقولك أنت خليته إنسان ألهته. أوكي. أولا، الله كلي الوجود بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان. بالضبط. وبالتالي فعند التجسد لم ينحصر اللاهوت في رحم العذراء مريم، وعند الموت لم ينحصر اللاهوت. يعني السؤال المتكرر، أنتم تؤمنون أن المسيح هو الله، مات المسيح ودفن في القبر، فمن كان يدير الكون؟ هل مات الإله زي ما بيقول؟ هل مات الإله؟ طبعا الله لا يموت، الذي مات هو الطبيعة الناسوتية التي اتخذها زي ما بيقول الرسول يوحنا، الكلمة صار جسدا. فالإله لا يموت ولا يحد ولا ينحصر ولا يتحيز في مكان، موجود في الرحم، موجود في القبر، وفي نفس الوقت هو موجود في كل الوجود. فالله ولم نؤله إنسان. يعني دي نقطة مهمة جدا طبعا. لأنه بيعتبر المسيح إنسان عادي، فلأنه اتولد بطريقة معجزية ملوش أب، قعدنا محتارين عمالين طب ننسبه لمين ننسبه لمين، خلاص يبقى الله أبوه. يعني شوف الفكر في التجسد يا أخ أندرو. في التجسد إقنوم الكلمة أو إقنوم الإبن اتخذ جسدا. بالضبط. الكلمة صار جسدا، الترجمة يعني صار تفيد التحول والتحول تغير. لا، الكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا، أخذ لنفسه جسدا. وزي ما بيقول الرسول بولس في رسالة تيموثاوس الأولى، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يقول في رسالة كولوسي، سر أن يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. يقول في رسالة فيليبي، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. بمعنى حجب بالناسوت مجد اللاهوت، وحد طوعا من استخدام صفاته الإلهية في أثناء وجوده على الأرض. فالمسيح إنسان كامل وإله كامل. نحن لم نقول أن الإنسان أو صار المسيح إلهاً. صار إلها. لم نؤله الإنسان. بالزبط. عشان كده بنقول نقطة مهمة جدا. لم نؤله إنسان. عشان كده بنقول المسيح هو الله الظاهر في الجسد. فنحن لا نؤله الإنسان، ولكننا الكنيسة تقول بتأنس الإله. الإله أصبح إنسانا أو اتخذ طبيعة إنسانية. بالزبط. فالمسيح إله كامل، عشان كلمة أصبح إنسان كامل. كإله ظهر هذا في صفات متعددة، وكإنسان أكل وشرب وتعب ونام. المشكلة هم يفصلون ما بين الآيات التي تتحدث عن طبيعة المسيح الإنسانية والآيات التي تتحدث عن طبيعته اللاهوتية، ومنها ينكرون إله إلهية المسيح، وهذا عدم أمانة وتدليس للحق الكتابي. طيب، في البشرية أو في الحضارات الشرقية القديمة، وقبل ما أقول النقطة دي أضيف إلى الثلاث نقاط اللي احنا نفيناهم، أن المسيح ليس نصف إله ونصف إنسان طبعا، والثالوث ليس مركب يتكون من أجزاء، والثالوث ليس مجرد ظهورات، ظهر الله في العهد القديم باسم، ظهر في العهد الجديد باسم، ظهر في الوقت الحالي باسم، ليس مجرد ظهورات، لكن الثالوث يعبر عن طبيعة ووحدانية الله. الله واحد لكن له في هذه الوحدانية طبيعة، فالثالوث يفسر لنا طبيعة وحدانية الله. طيب، في الحضارة القديمة ظهرت ثواليث أو أشكال مختلفة من ما يسمى بالثالوث الوثني في الحضارات القديمة. في الحضارة الهندوسية في ثالوث، وفي ادعاءات واتهامات للمسيحية أن هي متأثرة بالحضارة الهندوسية، يعني زي مثلا براهما وفيشنو وشيفا، المثلث ده اللي موجود عند الهندوسية. في الحضارة المصرية القديمة كان في أوزوريس وإيزيس وحورس. في الحضارة البابلية كان في أكثر من مسمى. هل الثالوث المسيحي متأثر بالحضارة أو الأفكار الهندوسية
أو أسميها بالتعددية اللي موجودة في الهندوسية، أو التعددية اللي موجودة في الحضارة المصرية القديمة، أو التعددية اللي موجودة في الحضارة البابلية. هل المسيح هو شبيه أو نظير؟ البعض بيعتبروه نظير لكريشنا. هل المسيح نظير شبيه لكريشنا؟ عايز أقول بعض المبادئ إذا سمحت لي، اللي هي بترد على كل الدعوة بالاقتباس في كل القضايا. حط مبادئ أساسية ونناقش قضية الفرنس. كتبت الأسفار العهد الجديد بدءا من إنجيل متى حتى النهاية هم أساسا يهود أصبحوا مسيحيين. فهل كان من المنطقي أو من المقبول أن شخص يهودي كان ينظر إلى الأمم نظرة مش كويسة يقتبس عقيدة وثنية ويضيفها على الفكر المسيحي أو على شخصية المسيحي؟ ده رقم واحد مرفوضة. رسول بولس كمثال هم من يدعون أن هو من أدخل مثل هذه القضايا. رسول بولس اضطهد المسيحيين لأنهم قالوا أن يسوع الناصري هو المسيح المنتظر. هو المسيح ده يعني ده بس عشان الجملة دي عشان الحتة دي خلفه فيها تصوره أو عقيدته عن المسيح. عن المسيح. هل من المقبول أو من المنطقي أن يأخذ الرسول بولس عقيدة وثنية ويضيفها ويطبقها على شخص المسيح؟ أكيد مستحيل. الأمر الثاني، إذا نظرنا إلى الاقتباس من الحضارة الهندوسية أو الحضارة البابلية أو الحضارة المصرية، هذه الكتب التي فيها هذه السواليس المزعومة كتبت بلغات هذه الحضارات، بالمصرية القديمة أو في الهند باللغة الأردية أو السنسكرتية، في اللغة الأشورية والبابلية باللغات الخاصة بهم. هل عرف كتبة الأسفار وتلاميذ المسيح هذه اللغات؟ لحتى الآن لا يوجد دليل مادي على وجود هذه الأفكار باللغات الأصلية في بلاد الهند. ثم هل لدينا دليل مادي أن التلاميذ قد ذهبوا إلى هذه الأماكن وعرفوا هذه الأفكار؟ بالطبع لا. ثم لا يؤس يعني متى إلا يوديه هناك يوحنا، إلا ده يوحنا راح لأوروبا إلا يوديه للحضارة المصرية القديمة أو مكتوبة باللغات مختلفة هم لا يعرفونها. ثم أضع ثلاث مغالطات رئيسية. المغالطة الأولى هي المغالطة المركبة، يقولون أن الثالوث اقتبس من الثالوث المصري القديم، ويقولون أنه اقتبس من الثالوث البابلي، ويقولون أنه اقتبس من الثالوث الصيني والثالوث الهندوسي. فمن أي ثالوث قد اقتبس الثالوث المسيحي؟ يعني استقروا على حال، حطوا لنا قضية محدودة، قولوا هل الثالوث المسيحي من الثالوث المصري نقدر نناقشه؟ يعني هل من الهندوسي؟ في فاصل حضاري وزمني بين هذه السواليس. بين كل الحضارات هم بيعملوا ايه؟ بيصنعوا تركيبة من كل الديانات المختلفة على مر العصور، ويقولون ان المسيح ده ديانة وهمية ليس لها وجود. يعني تقتبس كل الديانات وحطها في ديانة اقتبست منها العقائد المسيحية، دي مغالطة غير صحيحة. الأمر الثاني، المغالطة الاصطلاحية، لعبة سوري في التعبير خبيثة. يأخذون المصطلحات المسيحية ويصبغوها ويضيفوها على العقائد الوثنية، ويدعون أنهم قد اكتشفوا أن هناك تشابه بين المسيحية والديانات الهندوسية. وعندما ندرس الديانات أو الحضارات في مراجعها الأصلية نجد أن هذا غير موجود نهائيا. نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها، وأنا اسمح لي أن أنا أوجه كلمة للمشاهدين، اوعى تنخدع باللي بيتكتب على المواقع اللي موجودة على جوجل، ويروح عامل لك عنوان كبير التشابه ما بين المسيح وكريشنا، التشابه ما بين المسيح وبوذا، وزي ما بيقول الدكتور فريز ياخد مفاهيم مسيحية ويلبسها لمفاهيم بوذية، ويعتمد على أنك أنت مش قارئ للكتب الأصلية دي، مش قارئ للكتب الدينية اللي عندهم أو الكتب التاريخية اللي عندهم، ويروح ملبس لك ده في ده، ويوصل لك لفكرة أنه المسيح هو نسخة من كريشنا، هو نسخة من مثرة، هو نسخة من حورس، هو نسخة من بوذا. وانت طبعا لانك مش مطلع على الكتب الأصلية، فبتلاقي كلام موجود ومصطلحات علمية وأفكار، ويحكى في الكتاب الفلاني، ويجيب لك أسماء كتب، ويجيب لك أسماء كتب، بس كلها كذب. إذا أردت الحقيقة أن تصل إلى الحقيقة عليك أن
تصل إلى الكتب الأساسية، إلى المراجع الأساسية، إلى الكتب نفسها المقدسة عند البوذية أو عند الهندوسية أو عند السيخ أو عند أو تقرأ بنفسك. أنت يقول لك في اللوح الفلاني للحضارة البابلية في تشابه من كذا وكذا، ارجع أنت للوح الفلاني، ارجع أنت اقرأ القصة، اقرأ الملحمة، زي ما يقول لك ملحمة جلجامش موسى واخدها من ملحمة اقرأ الملحمة وشوف هل في تشابه. ما تعتمدش على الأكاذيب اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى جوجل ولا سيما من الصفحات العربية. حضرتك قلت الاقتباس من الكتب، حقيقي مرات الواحد بيقرا اقتباس وبعدين لما بيرجع للمرجع يلاقي عدم امانه اما مش موجود او بيعمل ايه. انا ككاتب بقول ان في بدعه او هرطقه بتقول كذا وبرد عليها، ياخد البدعه والهرطقه ويقول يقول الكاتب الفلاني العلامه اللاهوتي ما اعرفش ده هو الراجل ذكر الموضوع وبيرد عليه. انا افتكر ان واحد من اقوى الكتب اللي بيتبع الاسلوب ده، مش بقصد ان انا ادينه، بس اللي بيتبع الاسلوب ده منقذ السقار، ياخد فكره بيناقشها كاتب مسيحي ويقول لك ايه بص الكاتب المسيحي بيقول ايه، مع ان الكاتب المسيحي بيناقش الفكره وبعد شويه بيرد عليها، لكن هو بياخد الفكره ويسرقها من الكتاب ويحط لك اسم الصفحه على ان الكاتب المسيحي هو قايل كده. يعني مثلا في كتاب اسمه عصمه الكتاب المقدس او وحي الكتاب المقدس لخادم الرب الاخ يوسف رياض، كاتب كل سطرين عن النسخ يقول لك بص يوسف رياض يعترف ان النساخ قد اخطاوا، اذا في تحريف، يوسف رياض يعترف مع انه ناقش الفكره وردد عليها. فهو ده انه النقل هنا يخلو من الامانه، والنقل هنا بهدف التشويش والتشويه وادعاء فكره موجوده عنده هو مش موجوده عند الكاتب. فضل. من فترة كتبت كتاب تحت عنوان موت أم إغماء، أخذه أحد الكتاب في قناة وذكر كاتب مسيحي يؤيد نظرية فكرة الإغماء. والكتاب أساسا قناة الأحمدية، قناة الأحمدية، والكتاب أساسا رد على نظرية الإغماء. ف يعني الفكرة دي مهمة جدا، التحذيرات دي. المغالطة الثالثة التبعية، التبعية يعني ممكن نلاقي فكرة أو يعني في نوعين من التبعية، في تبعية كاملة وفي تبعية ضعيفة. يعني مثلا لو أنا الكاتب المسيحي كتب فكرة واستعمل مصطلح تصادف وجوده في كتاب آخر أو في ديانة أخرى تصادف وجوده، أو أحيانا الكتاب المسيحيين والمبشرين يستخدمون ما لدي الطرف الآخر من مصطلحات لتوصيل الرسالة. رسول بولس في أعمال 17 في أريوس باغوس ما هو شاف الإله المجهول وابتدى يستخدم ويقتبس كما قال أحد شعراءكم الذي به نحيا ونتحرك ونوجد نحن ذرية الله، فاستخدم لديهم من مصطلحات الرسول يوحنا في اللوجوس. فكرة اللوجوس أو كلمة اللوجوس يونانية معروفة قبل الرسول يوحنا، وناقشها المؤرخ اليهودي في هو استخدم المصطلح اللي هم عارفينه لكنه قدم عقيدة وفكر يهودي وليس فكر يوناني بالزبط. فمضمون المصطلح يختلف. فإذا استخدمت مصطلحات سبقة واستخدمت في ديانات وحضارات أخرى فهذا نتيجة تراث مشترك والتبادل الثقافي، لكنها لا تدل على الاقتباس. إمتى أقدر أقول إن في مشكلة؟ لو المسيحيون لم يعرفوا قضية موت المسيح الفدائي قبل أن يروها في كتب أخرى يعني هم مش عارفينها وروها في كتب أخرى لا ده هنا في مشكلة. وهذا يتعارض مع التلاميذ كمؤرخين أو كشهود عيان لما بيكتبوا عن موت المسيح الفدائي فهذا حدث تاريخي تم في وجودهم وليس اقتباس من أسطورة وسنة. هم عيانوه شاهدوه، عاينوه وشاهدوه بعدين احتكموا للآخرين بالزبط. بيقول لهم اللي انتوا شفتوه اللي احنا بنكتب لكم عنه انتوا سمعتوه وانتوا شفتوه، يعني معناه الحدث حدث تاريخي. أما كل ما جاء في الأساطير فهو عن آلهة تتزاوج وتتصارع وتنجب وليست مبنية على حقيقة تاريخية. لما حضرتك ذكرت سواليس الثالوث الهندي، لما ندرس الأسطورة كما جاءت في الهندوسية نجد أنه ليس هناك ثالوث ولكنه أربعة. براهمان الأسمى الذي لا يوصف هو الحقيقة المطلقة، أنجب أو يعني انبثق منه ثلاثة، براهما وفشنو وشيفة.
برهما هو الإله الخالق، فشنو الإله الحافظ، شيفا الإله المدمر. والسؤال هل الروح القدس هو المدمر؟ بالطبع لا. أنا عايز أقول كون أنه وجد ثالوث في أي ديانة هذا ليس معناه أن المسيحية قد اقتبست منه. اثنين، الثالوث المسيحي إله واحد في ثلاثة أقانيم. كل الثواليث الوثنية ثلاث آلهة منفصلة مستقلة. بالضبط. الثالوث المسيحي ليس فيه أب وأم وابن. كل الثواليث التي خارج الإيمان المسيحي بتجدها من أب وأم أو زوج وزوجة وابن، وجود صفة الذكورية وصفة الأنوثية. بل إنه لما نتكلم عن الثالوث المصري هناك ما يدعون إنه أكثر من 30 ثالوث وجد في مصر. بالضبط. بعض منها أب وأم أشهرها طبعا اللاهوت هليوبلس اللي هو اللاهوت إزيس وأوزوريس وخورس. هرد على كل واحد إذا الوقت يسمح لي. بس أستاذنك ناخد تليفون ونرجع. اتفضل معنا الأخت نهال. سلام المسيح أخت نهال، اتفضلي. ألو الأخت نهال، ما زالت موجودة معنا يا جماعة؟ ألو الصوت واضح؟ آه كده واضح، اتفضل. سلام ونعمة يا أخ أندرو، برحب الرب يبارك حضرتك. رب يبارك حضرتك كل مجهوداتك يا دكتور بجد لإعلان الحق، بالذات في الرد على موضوع الثالوث. وأنا مش هقدر أزود على حضرتك، لكن هسأل سؤال يمكن يساعدنا شوية. موضوع الثالوث أو موضوع لاهوت المسيح، هل بيحتاج إلى إيمان ولا يجب أن يقبل كمسلمات من غير أي مناقشة؟ لأنه ياما ناس بتقول لنا أنتوا بتتعبوا نفسكم ليه مع المعاندين الملحدين أو حتى من إخواتنا المسلمين الذين يعتبرونه شركا بالله بل وكفر و... فهم بيقولوا لنا أنه مش أنتوا عندكم في المسيحية آية واضحة بتقول لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. طيب سؤالي لحضرتك وأنا هقول بلسانهم بالضبط من شقين. الشق الأول، مش الإيمان ده عطية من الله؟ طب يبقى ده مسؤولية الله والإنسان بريء. الشق الثاني، لو اتفقنا ان هذا الاعتراف لا يتم الا بالروح القدس، طب هل الروح القدس معطى للجميع ام الله خاص به المسيحيين فقط؟ وازاي بقى بطريقه عمليه استقبل عطيه الايمان واقبل الروح القدس في قلبي؟ ارجو التوضيح وربي يبارككم. ده سؤال مهم جدا، يعني خاص بالجزء الاول اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الثالوث. هل الثالوث يجب أن الشخص يفهمه ويصل إليه بالمنطق والعقل ويستدل عليه بآيات، أم أنه عملية صعبة جدا فبالتالي يجب أن نتعامل معه بالإيمان وخلاص؟ فضل. نحن لم نعرف الله بالعقل، لأنه لو عرفنا الله بالعقل فهذا معناه أن الله محدود بمحدودية العقل. وفي كل الحوارات المسيحية لا نبدأ بالعقل، لأن إذا بدأنا بالمعقولية وهذه مشكلة اجتازت في عصر التنوير، ابتدأوا يخضعوا الإعلان للوحي. ففي المسيحية الإعلان قبل العقل، يعني أنا أؤمن بالله كما أعلن الله لي عن نفسه في الكتاب المقدس، لكن هذا لا يمنع أن المسيحي يبحث ويفتش ويقرأ. المسيح وضع المبدأ فتشوا الكتب. فأنا أؤمن أن هناك ثالوث، وهذا الإيمان وإن كان يسمو فوق إدراك العقل لكن البشري ليس ضد العقل، لكنه ليس ضد العقل يسمو البشري، يسمو بالعقل يسمو يفتح لأنه مداركنا، يسمو لأنه بيتعلق بالله، والله فوق مستوى العقل البشري. لكن حاجة تانية يا دكتور، هل الثالوث، يعني أنا بطرح السؤال وفيه الإجابة نفسه، هل الثالوث يتعارض مع المنطق؟ بالطبع يعني لا. أمر غير مقبول منطقيا؟ ما أنا قلت الثالوث غير منطقي، لأنه يمكن الجمع ما بين الوحدانية والتعدد، فهو واحد من جهة ذاته وجوهره، ثالوث من الناحية الأخرى من جهة أقانيمه. يعني أنا مش بقول الاثنين، بس هو أمر الاتنين مقبول، يعني لما نفكر فيه هتوصل إلى قناعة فيه، مش مجرد إيمان بالمسلمات. طبعا هي إعلان كتابي ويسمو فوق إدراك العقل البشري، أنا أؤمن به لأنه هذا هو إعلان الله عن نفسه. يعني ربنا ما طرحوش كقضية للاستفتاء تؤمن أو لا تؤمن، لا، ده إعلان الله عن نفسه وأنا يجب أن أؤمن به. عندما أقرأ كلمة الله وعندما أرى هذا الإعلان أجد أن الروح القدس يعطي استنارة روحية.
والروح القدس في الاستنارة الروحية ليس قاصرا على مسيحيين فقط، ولكن كل من يقرأ كلمة الله وهو باحث جاد عن الحق، الله من خلال الروح القدس يعلن له هذه المسلمات. ليه بيقول الرسول بولس في كورنثوس لا يقدر إنسان أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس؟ لأني قلت إن دي قضية إيمانية تسمو فوق العقل البشري. الروح القدس يعطي استنارة ويعطي قناعات. لما أرجع لمتى 16، المسيح سأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، فابتدوا أربع أجوبة مختلفة، سألهم طب أنتوا رأيكم إيه؟ فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له المسيح طوبى لك يا سمعان ابن إن دما ولحما لم يعلن لك، لكن أبي. لم يكن في هذا الموقف في استطاعة بطرس أن يعترف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر بدون إعلان إلهي. إذا كان الاعتراف بيسوع كمسيا إنسان يحتاج إلى إعلان إلهي، فبالأولى أن الإعلان عن طبيعة الله الواحد المثلث يحتاج إلى إعلان إلهي، أو شخص الروح القدس اللي يقدر يدينا الإيمان والمعرفة بهذه القضية. لكن بالعقل البشري مرات كثير من القضايا التي لا نستطيع أن ندركها بالعقل البشري، يعني لأن العقل البشري محدود. يعني مثلا لما أنظر في هذا الفراغ لا أرى شيء، لكن لو حد بيفحص بطريقة تانية بيراه في الجو ده في أشعة بالزبط. في موجات كهرومغناطيسية في زبزبات كتير. أنا مش شايفها لأن أنا حواسي مادية محدودة، لكن عدم رؤيتي ليها أحتاج إلى مكونات أخرى عشان أقدر أتعامل مع الأشياء الغير منظورة بعناية. يعني معناه العقل محدود والله غير محدود. لذلك الروح القدس، عشان كده المسيح قال عندما يأتي الروح القدس يذكركم ويعلمكم. لكن قضية إيمانية منطقية مقبولة عقليا لمن يريد أن يخضع لكلمة الله. هي أنا ما أقدرش ألغي جانب عمل الروح القدس طبعا. وحضرتك بتتكلم ذكرتني، أو أنا وقفت مع نفسي دلوقتي وأنت بتتكلم عن اللحظات الأولى الإيماني. يعني بمجرد ما أنا سلمت حياتي للمسيح وأنا بستمع ليك، أنا ما افتكرش أبدا أن أنا وقفت. يعني أنا عمال دلوقتي أسأل نفسي السؤال ده، أنا إزاي قبلت قضية الثالوث؟ يعني ما افتكرش أبدا أبدا أن وقفت قدام قضية الثالوث. إزاي شربتها؟ إزاي عرفتها؟ إزاي صدقتها؟ إزاي تعاملت معها في الأشهر الأولى والأسابيع الأولى؟ على مدار 27 سنة في حياتي مع الرب لا يوجد يوم أو ساعة أو لحظة وقفت فيها قدام قضية الثالوث. يعني أنا وأنا عمال أفكر يعني إزاي قبلتها؟ إزاي تعاملت معها؟ ما وقفتش قدامها خالص، ما كانتش مشكلة لي أو معضلة أو حجر عثرة أو صدمة أو شيء صعب. هو في جانب اسمه جانب الإعلان الإلهي. أنا عمال أفكر إزاي شربتها؟ إزاي اتمليت بيها؟ إزاي تعاملت معها من اللحظة الأولى وأنا بدافع عن الثالوث، من اللحظة الأولى وأنا شايفه أنه شيء منطقي. واستغرب، يعني أنا كانت بتيجي عليا لحظات وأنا بكلم المسلمين سواء في حتى في الأشهر الأولى، بستغرب ليه المسلم مش قابل الثالوث، مع أن الثالوث أمر منطقي جدا بيوضح لنا بشكل رائع جدا طبيعة الله. يعني الثالوث ليس مشكلة تحتاج إلى حل بالضبط، أو الثالوث قلنا المشكلة تحتاج إلى حل اللي فهم الثالوث وليس لغز. يعني بالزبط. الله عندما أعلن الثالوث لم يعطي لغزا يحير به البشرية، ولكن هذا هو إعلان عن طبيعة الله. يعني طبيعة الله، يعني الوحدانية تعلن لنا الله، لكن البحث في طبيعة الله، نوع وحدانية الله، فهذا أمر. لأن كمان هذا النوع من الوحدانية، الوحدانية الجامعة أو الثالوث، ليس له مثيل في العالم المادي بالزبط. حتى نستطيع أن نقارنه. عشان كده قلت الإيمان المسيح إيمان متفرد. ودايما الإنسان يعني عبد لما هو قد استعبد إليه أو قد ما عرفه. فعندما تأتي بمفهوم صحيح في وسط كثير من المفاهيم من الزيف والأكاذيب التي تعود عليها الناس، مرات يلاقي هذا صعوبة. أرجع للثالوث الهندوسي. الثالوث الهندوسي زي ما قلت هو هناك براهمان انبثق منه
ثلاثة: برهما وفيشنو وشيفا. الإله الخالق والإله الحافظ والإله المدمر. شيفا تجسد في عديد من التجسدات. لما نشوف هذه إن هما كده بقوا أربعة مش ثلاثة، نجد إنه دي آلهة مختلفة تتزاوج وتتصارع وتنجب. هي أساطير ليس لها وجود في عالم الحقيقة، يعني مش موجودة في العالم الحقيقي. المسيحية تبنى على شخص حقيقي ظهر في إطار التاريخ في زمن طباريوس الثالث في السنة 15 في وقت محدد زمني وجد يسوع المسيح، ومن خلاله أعلنت ألوهيته، وإعلان الألوهية يستلزم أن يكون هناك ثالوث. وكان له تلاميذ معاصرين شهود عليه، لكن هل هناك من رأى برهما أو فيشنو أو يعني دي أساطير، دي أسطورة، أسطورة مش حاجة حقيقية. لما نروح للثالوث البابلي، طبعا البابلية فيها عديد من الأديان، تبدأ من إبسو وتيمات، ده الماء العذب والماء المالح، واتحدوا أو تزوجا وأنجبا، وبعدين نوصل في النهاية إلى واحد من الثواليس الذي يقولون أن المسيحية قد اقتبست منه، سين اللي هو إله القمر، وكان ليه ابنين، شماش اللي هو الشمس، وعشتاروس اللي هي نجمة الزهرة. فهنا نجد الثالوث هو القمر والشمس ونجمة الزهرة. فهنا ثالوث خاص بالكواكب، والفارق ما بين هذا وأسطورة برضو مش حاجة واقعية طبعًا. والفارق بينه وبين شبه الجزيرة العربية هنا الشمس القمر هو ذكر، وهناك القمر هو أنثى، ففي اختلاف. فلما ندرس الأساطير أو الديانات اللي هي نجد إنه دي تركيبة قد ركبها البشر. يعني مرات يكون مثلا في المكان الفلاني في إله، وفي المكان التاني في إله، بيحصل صراع ما بين المكانين عشان يعملوا نوع من القبول، بيدمجوا الإلهين معا. فهنا تلاقي معظم أو كل الثواليس هي دمج لآلهة مستقلة منفصلة لتكون ثلاثة. وكون أنه وجد ثلاثة في أي ديانة، عدد ثلاثة، هذا ليس معناه أن الثالوث المسيحي مقتبس. لما نروح للثالوث المصري، وهذا هو الكلام الكثير اللي بيتكلموا فيه عن حورس. حورس في كتاب تحت عنوان الديانة المصرية القديمة لأودولف أرتمان، تكلم عن هذه الأسطورة بالتفصيل. القصة من البداية، كان في ملك كويس أخوه غار منه، حب يتخلص منه، ده البداية. بعدين تطورت مع مر الزمان وأصبحت أسطورة، وتحولت إلى أسطورة. الصيغة النهائية للأسطورة بتقول، لما نشوف الثالوث، ما يدعون أنه ثالوث في الديانة المصرية القديمة تاسوع وليس ثالوث، تسعة، وسموه تاسوع هليوبلس. تاسوع هليوبلس دي أشهر الثواليس في مصر القديمة. الإله أتوم، الإله الخالق في البداية، أنجب من ذاته اثنين، شو إله الهواء، وتفنوت إلهة الرطوبة. بعدين شو وتفنوت اتجوزوا وخلفونا جب إله الأرض ونوت إله السماء. جب ونوت جوزوا خلفونا أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس. لما نشوفهم كده هنلاقيهم تسعة، هم بيلغوا ست عشان يخلوها بس ثالوث، إيزيس وأوزوريس وحورس. ما هو هم البداية أساسا تسوع بالزبط. هم أخذوا من التسوع إيزيس أوزوريس وإيزيس وحورس وقالوا هذا ثالوث. لما ندرس القصة بصدق وبأمانة، أوزوريس جوز إيزيس لأن كان الهدف أنهم ينجبوا ويملأوا الأرض، يعني هنا ما هماش آلهة أو أشباء آلهة أو أنصاف آلهة. أوزوريس جوز إيزيس وحكم مصر في التاريخ، مش موجود، لا يوجد حاكم يسمى. يعني لما أسطورة. تقرأ دي تاريخ الثلاثين أسرة لا تجد فيهم حكم مصر بهذا الاسم بالضبط. فهي أسطورة عن آلهة. لما تزوجوا وبعدين أخوه ابتدى يغير منه، فعمل حفلة وصنع صندوق على مقاس أخوه، وقال اللي هيجي الصندوق على مقاسه هيديه له. وضع أخوه في الصندوق، قفلوا أتباعه الصندوق، رموه في النيل، وصل إلى منطقة جبيل في لبنان. إيزيس ذهبت واستردت الجثمان. لما ست بالمناسبة ما هوش ست لكن هو راجل إله الشر بالزبط. عرف إله الشر استرجع الجثمان، أخدوا قطعوا 14 قطعة ورموها في أماكن متفرقة من مصر. إيزيس بمساعدة
نفتيس والآلهة جمعت 13 قطعة مع هذا الجزء العضو الذكري قد أكلته سمكة. بتعويذة سحرية وبمساعدة الآلهة أعادته للحياة واتحدت به جنسيا وذهب إلى العالم السفلي كحاكم أو كإله العالم السفلي. أنجبت حملت وراحت إلى منطقة البحيرات المرة وأنجبت حورس كبر وحارب عمه واسترد المملكة. هل ده في الإيمان المسيحي؟ بقول لحضرتك يعني اللي بيحاول يخلق التشابه عشان يعني يفتري على الإيمان المسيحي، هل ده في الإيمان المسيحي؟ أساسا لا يوجد تشابه. ليه؟ أنا بقول اللي بيحاول يعني بص هو الشعار في الهجوم اللي تكسب بيه العب بيه، سوري في المصطلح اذا كان صح او غلط، لكن ما دام يهاجم المسيحيه ويلغي تفرد المسيحيه ويثبت ان الديانه المسيحيه ماخوذه من ديانات وثنيه وبالتالي فهي وثنيه فاي حاجه بتمشي. لما نشوف زمنيا لم يكن هناك لحظه من الزمان كان فيها أوزوريس وإيزيس وحورس معا حتى يقال أنه ثالوث. يعني ما فيش زمن جمع الثلاثة مع بعض نهائيا حتى في الأسطورة. في الأسطورة في أنا بقول عشان المشاهد المتلخبط في الحتة دي يبقى فاهم. في البداية كان هناك زوج وزوجة أوزوريس وإيزيس، لم يكن هناك حورس. بالضبط. لما حدث الحمل أوزوريس لم يكن في المشهد. بالضبط. وكانت هناك أم وابن. يعني حتى إذا اعتبرناه ثالوث فهو زوج وزوجة وابن أو رجل وامرأة وابن، لكن لم تكن هناك لحظة. وإحنا ما عندناش فكرة الزوج والزوجة والابن طبعا، وفي نفس الوقت الآب أزلي، الابن أزلي، الروح القدس أزلي، وليس هناك درجات في الأزلية. فليست هناك مشابهة بين الثالوث المصري وغيره من الثواليس المصرية، ولكن كلها ادعاءات كاذبة وجدت فقط في أذهان ملفقيها. هم لفقوها لإنكار تفرد المسيحية والإدعاء بالاقتباس، لكن الأمانة الأدبية والعلمية تحتم عندما ندرس هذه الأساطير، ندرسها بطريقة صحيحة من مصادرها وليس من المتداول والمنتشر على جوجل ومواقع والمواقع الإسلامية. هناك ثالوث آخر حضرتك لم تذكره، الثالوث اليوناني. الثالوث اليوناني ده كان قلبي أفلوطين وليس أفلاطون، وده كان موجود في مصر في القرن الثالث الميلادي بعد المسيحية، ما عشان كده منسوب لمصر. فإذا وجد تشابه هو بيتكلم عن الثالوث الأسمى والعقل الإلهي والنفس الجامعة. فحتى إذا فرض أن هناك تشابه أو أن هناك أي نوع من التشابه فهو تأثير عكسي، لأنه هذا بعد المسيحية وبالتالي فهذا تأثير مسيحي. يبقى الأفكار اليونانية عن الثالوث جاء بعد المسيحية طبعا، اللي هو فكرة أفلاطون نفسه كان قبل المسيحية، لكن أفلاطين الذي تكلم عن هذا فهو بعد المسيحية، بل أنه بدأ دراسته في مدرسة مؤسسها ومعلمها كان شخصا مسيحيا ارتد بعد وتأثر ذلك وتأثر بالمدرسة الإسكندرية. فبالتالي الادعاء بالاقتباس من الثالوث اليوناني ادعاء يعني لا تؤيده أي دلائل أو مستندات. بعض ال بيحاولوا يشككوا في الإيمان المسيحي بيحاولوا بنفس الطريقة اللي حاولوا يخلقوا بيها قصص وهمية عشان يصنعوا نوع من التشابه الوهمي الموجود في عقله ما بين الثالوث المسيحي والهندوسية والبابلية والمصرية القديمة واليونانية. أيضا حاولوا يخلقوا نوع من التشابه بين ولادة المسيح من عذراء، لدرجة أنا قرأت بعض الكتب اللي خلوا بوذا اللي كان عنده أخوات خلوه مولود من عذراء، اللي خلوا كريشنا مولود من عذراء، اللي خلوا حورس نفسه مولود من عذراء. هل ولادة المسيح من عذراء تتشابه مع أي ولادات للمسميات دي؟ ولماذا ولد المسيح من عذراء؟ لماذا ولد المسيح من عذراء؟ أنا عايز أأكد، نحن لم نؤله المسيح أو لم نقل أن المسيح هو إله لمجرد أنه لم نقل ذلك، لكننا نقول لأن المسيح هو الله دخل إلى العالم بهذه الطريقة المميزة. إذا أراد كتبة الأناجيل أن يكتبوا عن ولادة المسيح من عذراء لم يكونوا بحاجة للرجوع إلى الأساطير، لأنه قبل الحدث بأكثر من 800 سنة في سفر أشعياء
نرى هذا الكلام. السيد نفسه يعطيكم آية. العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. يعني معناه ان في نبوة. طب ما بعض يقول لك يا دكتور ان الكلمة المستخدمة في كلمة عذراء عالمة بالعبرية لا تعني عذراء لكن تعني فتاة. فتاة في سن الزواج. طيب أنا مش هدخل، خلينا نناقش الجملة دي بس عشان يرتاح المشاهد، مش هدخل في التفصيل الفرق ما بين بتولاه وعلماه، لكن هقول لك كله عبارة واحدة. في إنجيل في سفر التكوين أصحاح 24 لما يتحدث عن رفقة في نفس الإصحاح بيستخدم الكلمتين وتعني إنها عذراء لم يسبق لها الزواج، يعني فتاة في سن الزواج نفس المعنى. لكن لم يسبق لها الزواج. لكن لما أرجع للنص نفسه يقول السيد نفسه يعطيكم آية. ما هي الآية؟ إذا كانت فتاة تتزوج وتحمل. بالضبط. يعني هنا كون أنه يعطي آية معناه أن ده حدث غير عادي. حدث معجزي. هي الآية هنا في اللي هو أن العذراء لم يسبق لها الزواج. لكن أرجع للأساطير. هناك كثير من الأساطير، يعني تقرأ كده كما أن هناك فلان وفلان وفلان ولدوا من عذراء. طيب لما نشوف الأساطير نفسها الأساطير البابلية المصرائية أو مصر، يقول لك مصر ولد من عذراء. لما نرجع للقصة نجد أن كان في الإله اللي هو أهورا مزدا. أهورا مزدا خلق مصر من صخرة، ما تولدش من عذراء، مش من ولدها من عذراء، يعني ما فيش أم أصلا ولا إنسانة. في أسطورة أخرى عشان أكون أمين فيما أقوله في هذه في أسطورة أخرى عن ولادة مصر بتقول أن إلهة الخصب كانت بتستحمى في بحيرة ما، وكان أهورا مزدا وضع بذرته في هذه البحيرة وحدث حمل من بذرة أهورا مزدا الموجودة في المية. يعني في اتصال حتى لو مش جنسي قريب، لكن في اتصال جنسي. هنا مش ما فيش ولادة من عذراء، يعني حاجة غير يعني انتفى هنا وفكرة ولادة العذراء. يقول لك كريشنا ولد من عذراء. لما نرجع للأسطورة كريشنا هو الابن الثامن من الزوجة ده في الأسطورة نفسها. الابن الثامن من الزوجة الثانية. ديفاكي. يعني واحدة أنجبت قبله سبعة، فكيف تكون عذراء؟ وهي الزوجة الثانية كمان. يقولوا بوزة ولد من عذراء. بوزة أساسا من عيلة ملكية. أبوه وأمه معروفين، ينتمي إلى أسرة غنية جدا. تزوج وأنجبه، وهو كمان تزوج وأنجب ابنه وترك ابنه وتفرغ للحياة التقشف. فتلاقي ما فيش ولادة. يقول لك هرقل ولد من عذراء. تلاقي أن القصة أساسا هي أسطورة. يعني كان في واحدة و خلي بالكوا أسطورة هرقل غير الملك الامبراطور، يعني ما حدش تزوج منها، راح لها وكان جوزها مش موجود وظهر في شكله، وبعدين تزوج منها فحصل حمله أنجبت اتنين، واحد منهم نسب إلى زيوس اللي هو هرقل. فهي كل الولادات التي يدعون أنها ولادات عذراوية هي نتيجة اتصال طبيعي ما بين الآلهة والبشر، أو ما بين آلهة وآلهات. ليست هناك في كل الأساطير، أنا جمعت في هذا الكتاب كل من يدعون أنهم ولدوا من عذراء، ولا يوجد شخص ولد من عذراء حقيقية. يعني في واحد منهم أفروديت الإلهة وضعت في قلبها شهوة فاشتهت أبوها، كان سكران وحصل حمل دينيسيوس. فحصل حمل، بعدين أبوها لما فاق وعرف القصة فحب يقتلها، فهربت يقول لك فتحولت إلى شجرة المر وأنجبت ابنها من الشجرة. طيب فين العذراوية؟ ده ولادة أساسا، رجل وبنته وأنجبوا هذا المر، وهي جانب أسطوري، كلها أساطير. يعني تحولت إلى شجرة وخرج من الشجرة، والتاني ضرب الصخرة فطلعت مولود. ليست هناك ولادة عذراوية بالمفهوم الموجود في الكتاب المقدس موجودة في أي ديانة وأسطورة. مرات يا أخي أندرو بيقول إيه؟ تفضل. إن المسيح ولد من عذراء عشان تكتمل السيموفونية الثلاثية. رباعية. ثلاثية الوجود. يعني آدم، يعني حتى قالها أحمد شلبي وقالها الشعراوي وقالها ناس كتير جدا، يقول لك آدم بدون أب وأم. وحواء بدون أم ولها أب.
فكان لابد ان تكتمل الثلاثيه. والله بقى بعد الاف السنين اكتشف ان في حلقه غير متصله في الدايره دي، فجاب المسيح من ام بدون اب عشان تكتمل الثلاثيه. يعني انا مش حتى المنطق المنطق يفترض الاتي، يعني ادم بدون اب وام لانه ليس هناك اب وام اول الخلق، وحواء ما كانش فيه ام عشان تنجب حواء. لا، وهل ادم اب الحواء؟ يعني ادم اتجوز بنته؟ بعدين هي المفروض بعد ما وجد آدم وحواء الله وضع القانون التزوج الطبيعي بالزبط. واستمر هذا لآلاف السنين حتى تكون السيمفونية مرتبة ترتيبا صحيحا، كان يحصل الأول والثاني ثم يأتي المسيح. لكن بعد أن وضع قانونا طبيعيا للتزوج واستمر لآلاف السنين، لماذا يكسر الله هذه الترتيبات ويأتي المسيح؟ يعني مبرر سقيم، مبرر بلا معنى. آدم مخلوق، حواء مخلوقة، لكن المسيح مولود طبعا. وطبعا القاعدة مكسورة في هذا الأمر، فده تصور للأسف تصور غير منطقي. يعني أنا ما أعرفش المسلم إزاي يقبل تصور زي ده. ليه المسيح اتولد من العذراء؟ يعني ده سؤال بقى. خلاص نفينا التشابه ونفينا وجود اكتمال الحلقة زي ما بيقولوا إخواتنا المسلمين، لكن يبقى السؤال لماذا أتى المسيح إلى عالمنا مولود من عذراء؟ لأن بعض الناس يقول لك يعني مش عايزين ندخل في تشعبات، لكن للأسف في مدرسة ليبرالية مسيحية يقول لك ما عندناش مشكلة أن يكون المسيح جاء من نتيجة لزواج عادي ما بين العذراء ويوسف النجار. أنا مش عايز أقول مسميات، لكن في مدرسة ليبرالية بتقول بكده. هل كان لابد ولذاما أن يأتي المسيح إلى عالمنا مولود من العذراء؟ تفضل. لما نرجع لإنجيل لوقا، عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، فقالت له كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً. أي أنه المفهوم الطبيعي أن حتى أن يكون الولادة هناك مولود من خلال زواج لابد أن يكون هناك لقاء ما بين رجل وامرأة. كيف يكون هذا ولست أعرف رجل؟ فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فالمسيح هنا إذا جاز لي التعبير كونا في رحم العذراء مريم الطبيعة الناسوتية بعمل مباشر للروح القدس، وهذا يفسر عصمة المسيح. بالضبط. الأمر الثاني قلت أنه لا نقول أن المسيح هو الله لأنه ولد من عذراء، لكن المسيح شخص مميز، فكان لابد أن يكون حتى في ولادته مميز. فهو دخل إلى العالم بطريقة معجزية وخرج من العالم بطريقة معجزية أكثر إعجازا، وهي قيامته من الموت. فده لأنه هو شخص مميز فكان لابد أن يكون هذا التمييز. يعني المسيح مولود من العذراء، ولادة فيها تفرد وتميز. حاجة تانية فيها عدم تدخل لليد البشرية، غير خاضعة للقانون الطبيعي للولادات البشرية. كان لذاما للمسيح أن يولد من العذراء عشان يكون منتسب إلى الكرسي الداودي، لأنه هيجلس على كرسي داود يحكم كملك، لكنه في نفس الوقت هو يقول كده عند دخوله إلى العالم يقول هيأت لي جسدا. هو اللي هيأ لنفسه جسد، اتولد وهو عارف هو بيعمل ايه ورايح لفين. طيب ده بياخدنا لفكره تانية، فكره المخلص. يعني شفنا انه حاولوا يخلقوا فكره للتشابه ما بين الثالوث المسيح والثالوث الوثني، حاولوا يخلقوا فكره للتشابه ما بين ولاده المسيح من عذراء ونسبوا ولادات عذراء لشخصيات اساطيريه وحتى شخصيات الحقيقيه مش حقيقيه. لكن فكره المخلص يقول لك ما فكره المخلص موجوده في العالم، موجوده في الحضاره. حورس مخلص، كريشنا مخلص، بوذا مخلص، يعني شخصيات كتير، مثرى مخلص. يعني هل فكرة الخلاص والفداء متأثرة بثقافة وثنية وأساطير وثنية؟ فكرة الخلاص والفداء في المسيحية، هذا الفكر كتبه واحد من الملحدين الغربيين في بداية القرن التسعتاشر. كتب كتاب تحت عنوان 16 مخلص أو المسيحية 16 مخلص 16 مخلص أو المسيحية قبل المسيح. ذكر فيه مخلصين مختلفين، لكن حقيقة يعني لا يوجد
أنا عامل كتيب صغير تحت عنوان عقيدة الخلاص في أديان العالم. لا يوجد خلاص بالمفهوم المسيحي في أي ديانة. لا يوجد مفهوم الخلاص الكلي، الخلاص من الخطية. لجوه الكتاب المقدس والعهد الجديد في أي ديانة وفي أي أسطورة من الأساطير. نهائيا. آدم أخطأ، كسر وصية الله. كان لابد أن يكون هناك عقاب. لأنه لو غفر الله بدون عقاب فهذا معناه ملاشاه لشريعة الله. بالضبط. ولو غفر الله بدون عقاب فهذا معناه أن الشرير والبار يتساويان أمام الله. ولو غفر الله بدون عقاب فهذا معناه أنه حدث تناقض وتضاد في صفات الله. بالضبط. العدل والرحمة والمحبة. بالضبط. عشان كده في الصليب تلاقى العدل والمحبة. وكانت خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. فخلاص الإنسان في المسيحية هو خلاص من نتائج الخطية وعقوبة الخطية. وعندما نؤمن بموت المسيح ومن استحواذ الخطية على الإنسان، وعندما نؤمن بموت المسيح الفاني نتبتع ببركات الفداء، التبرير والتجديد والبنوية والتقديس إلى آخره. عندما تدرس أي ديانة مثلا البوذية أو الهندوسية، يقولوا أنه كريشنا فيشنو تجسد في كريشنا، وكريشنا مات فاديا عن البشرية. أولاً، إيه الفداء اللي صنعه كريشنا؟ أولا فكرة الفداء غير موجودة في الديانة الهندوسية نهائيا. الديانة الهندوسية لا تؤمن أساسا بوجود الإله، بوجود الإله ولا وجود أبدية. والخلاص بيتم إزاي؟ هو الإنسان بيدخل في عملية دائرية، دورات الحياة. والخلاص هو كسر إحدى هذه الدورات ويصل فيه إلى مرحلة بيسموها النيرفانا أو نيرفان، الزوبان في الإله أو الاتحاد بالإله. فما فيش أساسا، وفي فكرة تناسخ الأرواح، فما فيش فكرة فداء نهائيا. كيف مات كريشنا؟ كان في إحدى الغابات وبمارس اليوجا، واحد من الصيادين ظن أنه غزال فأصابه بسهم أدى إلى موته. هنا مات بسهم خاطئ من صيادين، وهو أصلا ما كانش عايز يموت. فهنا الفداء. بوزة، بوزة لم يقر بوزة أنه هو الله، ولكنه إنسان من عائلة ملكية، حاول أن يصل، ابتدى يفكر في معنى الوجود وإلى آخره، فانضم إلى مجموعة من النساك، وبعدين وجد أن هذه التجربة فاشلة. في النهاية وصل إلى مرحلة هو أطلق عليها الاستنارة الروحية، كان تحت شجرة وابتدى يدرك أن سبب المعاناة التي يعانيها العالم هو الجهل. فابتدى يعني دخل في مرحلة الوعي والاستنارة من وجهة نظره، وقرر أنه ينادي ويعلم بهذا. إزاي مات؟ تناول طعام عند أحد أتباعه أدى به إلى مشكلة، ويقال أنه كان طعام مسموم، يقال ومات تحت شجرة في الغابة. فهنا ليس هناك موت فدائي، يعني موت بغير إرادة. كريشنا موت بغير إرادة، ما هوش موت فدائي. لم يقل واحد من هؤلاء أنه قد مات كفادي. ما في يعني ما فيش أي ديانة قالت أن مؤسسها قد مات كفادي أو مخلص. حورس كيف يكون مخلص وهو أساسا لم يمت؟ يعني إذا قلنا أن أوزوريس قد مات فأوزوريس قد قتل. الأسطورة نفسها، الأسطورة نفسها قتل. لا يوجد عقيدة الإسلام، لا توجد عقيدة الفداء في الإسلام. وإن كان في الفكرة موجودة، لكن كعقيدة مش في موجودة. العالم إنه في شخص يأتي لكي يموت كفادي لا توجد في أي ديانة من أي نوع. حتى يعني اطلعنا على الأديان الأفكار الأفريقية أو اللاتينية القديمة، لا يوجد أي تشابه أو لا يوجد فكرة الفداء والخلاص بمفهومها اللي موجود جوه الكتاب. أقول لحضرتك بعض الأشخاص اللي هم الملحدين أو الذين لا يؤمنون بالأديان، الذين كتبوا في هذا الموضوع، مثلا لما تقرأ ما كتبه جيمس فريزر في كتابه الغصن الذهبي أو في كتابه الفلكلور في العهد القديم، وحاول أن يتحدث عن فكرة الإله الذي يموت ويقوم، ويجد لها تشابهات في الحضارات التالية للمسيح. إذا وجدت في أي حضارة تالية للمسيحية فهذا تأثير مسيحية. لكن الفكرة كفكرة مخلص يأتي ليموت فداء على البشرية ويخلص الخطاء، وأن هذا الفادي لابد أن يكون الله الذي يظهر في صورة إنسان، لا توجد في أي ديانة
غير المسيحية، وهذا باعتراف كثير. يعني لما تقرأ حياة المسيح تكلم عن نهاية المسيح، قال إن فكرة المخلص التي نادت بها المسيحية لا توجد في أي ديانة أخرى سابقة للمسيحية، وما يحاولون أن يفعلونه من وجود تشابهات هذا قول غير صحيح. هذا معنى ما كتبه عباس محمود العقاد في كتابه المسيحية متفردة. حياة المسيح تبقى المسيحية متفردة متميزة، لأنها هي الفكر الإلهي الحقيقي من جهة خلاص البشر، في خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. يعني قضية الفداء وموت المسيح لم تبدأ عندما أخطأ آدم، ولكنها كانت في فكر الله أزلا. نراها في الوعد في تكوين 3:15، ونراها عندما صنع الرب الإله أقمصة من جلد وألبسهما، ثم عند تدوين الوحي نراها واضحة في سفر اللاويين في الذبائح. ثم عندما جاء المسيح أبطلت الذبائح لأنها كانت رمز للمسيح، ودخل إلى قدس الأقداس فوجد فداء أبديا، وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. إحنا قدامنا بتاع 3 دقائق، في 3 دقائق، هل فكر قيامة المسيح من الأموات مقتبسة من الأساطير؟ بالطبع لا، قيامة المسيح هي الحدث الأهم في المسيحية. القيامة برهنت لنا بنوية المسيح، وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. القيامة هي عربون لقيامتنا نحن من الموت، إن كنا نؤمن أن المسيح قد قام من الأموات فكذلك الراقدون. القيامة لها دور في عملية الفداء، أسلم من أجل خطايانا، أقيم من أجل تبريرنا. إن اعترفت بلسانك أن يسوع المسيح هو الله وأمنت بقلبك أن الله قد أقامه من الأموات خلصت. القيامة مؤيدة تاريخيا، والقيامة مؤيدة كتابيا، ولا يوجد في أي ديانة قيامة جسدية كما في المسيحية. أوزوريس أقيم للحظات، اتحدت به إزيز جنسيا ثم مات. يقولون أن هرقل قام من الأموات، هرقل صنع أشعل نار ووجد في النار، وبعد ذلك يقول أن لما النار قد اقتربته اختفى في الرعد والسحاب. لما نقرأ أي شخص من ما يدعون أنهم سبقوا المسيح في القيامة لا توجد مماثلة في أي قيامة. ثم إنه قيامة المسيح حدث تاريخي. لدينا عليه شهود عيان وبراهين كثيرة، يقول كده في أعمال 1 أنه ظهر لتلاميذه مدة 40 يوم مكلما إياهم عن أسرار الملكوت، فظهر لأشخاص مختلفين في أماكن مختلفة وفي مواضع مختلفة رأوا من خلالها المسيح المقام. وهذا ما قد سبق وأعلنه العهد القديم في مزمور 16، لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك يا رب فسادا. واقتبسها الرسول بطرس في أعمال 2، قال لهم هنا داود مش بيتكلم عن نفسه، داود مات وقبره معروف لديكم. التلاميذ وكتبت الأسفار كشهود عيان كتبوا كثيرا عن هذه القيامة. لما نقرأ كورنثوس الأولى 15، إذ لم يكن المسيح قد قام من الأموات فباطل هو كرازتنا وباطل هو إيمانكم. إذ لم يكن المسيح قد قام من الأموات فنحن بعد في خطايانا. لما تقرأ كل التواريخ اللي كتبوها عن أشخاص قاموا، لا تجد فعلا أي واحد منهم قام، ولا تجد قيامة جسدية، لأن هذا حدث متفرد. القيامة حدث متفرد اختص به شخص المسيح، ولا يوجد. طبعا هناك كثيرون قد قاموا لكنهم قد ماتوا. المسيح قام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وسيأتي في اليوم الأخير كديان. ولقيامة المسيح نتائج، قيامة المسيح مختصة بتبريرنا، قيامة المسيح مختصة ببنويتنا، قيامة المسيح مختصة بقياماتنا أيضا من الأموات. فنحن لا نتبع خرافات مصنوعة بمكر أو محبوكة بمكر، لكننا نسير وفق إعلان كتابي حقيقي الرب سبق وأعلنه لنا بالروح القدس من خلال المكتوب، ويثبته بالإيمان في قلوبنا. أشكرك جدا، يعني الموضوع شيق والموضوع مهم، وأسئلة كتيرة جدا بتتكتب على البث، لكن يعني بنعمة الرب نحاول نرتب أجزاء أخرى
حسب ما الرب يعطي وقت، لأنه محتاجين نناقش أكتر بتفصيل بعض الأمور اللي بيتعرض ليها الشاب المسيحي أو الشخص الباحث لما يقولوا له ده مشابه للقصة دي. زي ما أنت قلت كده، عملية التضخيم وعملية تسويق الأمور ومحاولة خلق نوع من التشابه مرات بيلخبط بعض الناس. لكن النهاردة أنا متأكد أنك حضرتك يعني أجبت باستفاضة وأذحت يعني وريحت الذهن المشاهد المسيح الخادم الباحث رب الأسرة إزاي يقدر يتعامل مع الملفات الصعبة دي. أنا بصلي لأجل استخدام الرب ليك في كل مكان، وبصلي أن الرب يستخدم الكتب دي والمراجع دي تكون سبب بركة لكثيرين. شكرا جدا مرة تانية. شكرا لحضرتك لاستضافتي. لا دي بركة ليا. أحبائنا المشاهدين، بنعمة الرب نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير، والرب معكم. مش كافر مش كافر، أنا مش كافر مش كافر مش كافر، أنا مش كافر. لنا مخدوع أو بخرف أبدا، ولا عقلي سافر سافر. إله واحد، إيماني واحد وملوحش تاني، حبني ومات علشاني مش ممكن.